حضوركم. الحقيقة هو أهمية مؤتمر النهاردة هو إن شركة أسترازينيكا بتطلق عقار مناعي هو الأول من نوعه لعلاج سرطان الرئة لمرضى المرحلة الثالثة الغير قابل للاستئصال الجراحي. وعشان كده فطرح العقار بتاع النهاردة والموافقة عليه الحقيقة في مصر ده بيمثل حجر زاوية لعلاج المرضى، ويعني احنا عشان كده النهاردة فخورين باليوم. وهنبدأ بالكلمة الأولى مع الدكتور خالد عاطف، هيكلمنا على التزام شركة أسترازينيكا لمرضى السرطان بمصر، وهتلي كلمات السادة الأساتذة الأطباء. شكرا. من الثدي وبعض السرطانات الأخرى، والنهاردة بنطلق دواء جديد، عقار جديد، ويمكن نقول عليه إنوفيتيف، يعني حديث جدا. والكلام ده حصل كله في خلال سنة. أسترازينيكا هي طبعا شركة مالتي ناشونال، هي من أكبر الشركات على مستوى العالم، لكن أخص بالحديث طبعا إن احنا متخصصين جدا في أدوية السرطان، لنا تاريخ كبير قوي في أدوية السرطان، ومتواجدين في مصر بهذه الأدوية من فترة طويلة جدا طبعا، ولنا استثمارات كبيرة في مصر من زي المصنع أو الشركة بتاعتنا. ويمكن مجال السرطان زي ما انتم عارفين هو مجال مهم جدا، واحنا بنشتغل في الابحاث فيه هناك على مستوى العالم. ويمكن في السنين القليله اللي فاتت ظهرت يعني ادويه جديده حديثه، ولسه كمان في ادويه جايه كتير ان شاء الله في خلال 10 سنين جايين تساعد مرضى السرطان، ومش بس بتساعد على ان هي تقلل يعني او تقلل الضرر، لكن ممكن نوصل لمرحله ان احنا ممكن نفكر في علاج. انا بحاول في البدايه طبعا اشكر يعني التغيير اللي حصل اللي سمح لنا ان احنا النهارده في مصر نقدر نجيب دواء زي ده بسرعه جدا. كان زمان الادويه دي بتنزل في امريكا واوروبا وكان تقعد مثلا ساعتين ثلاثه على ما تيجي مصر، النهارده في خلال شهور قليله قدرنا نجيب الدواء دوت، واتمنى ان هو يكون يعني اضافه جديده وفي يعني تاثير ايجابي على المجتمع المصري. ويعني هو ده اللي انا كنت عايز يعني اقوله، وان شاء الله لو بعد كده في خلال الاسئله ممكن احنا نبقى نرد على اسئلتكم. شكرا. اكون هنا في الحدث ده، حدث اطلاق عقار جديد لعلاج اورام الرئه، لان اورام الرئه الحقيقه هي اكتر الاورام شيوعا في العالم كله بما في مصر طبعا. وعشان نشوف قد ايه اورام الرئه مشكله، في سنه 2018 احصائيا اتسجل في العالم كله 2 مليون حاله جديده من اورام الرئه، وفي نفس السنه اتسجل وفيات 1,800,000 في العالم، يعني من برضو بسبب أورام الرئة. فإذا أورام الرئة من أكثر الأورام شيوعا ومن أعلى نسب الوفيات. طيب ده ليه؟ هي أكثر شيوعا لأسباب كثيرة، وطبعا كل الناس عارفاها، وأولها التدخين وحضراتكم عارفين يعني. تاني حاجة إنه كمان بيكتشف نسبيا ويتشخص في مراحل متاخره، يعني الاول المريض يبتدي باعراض عاديه خالص ما ياخدش باله ان يروح يعني يكشف عند حد متخصص، تبتدي بكحه، تبتدي ببلغم، صعوبه التنفس شويه، فعقبال ما يكتشف النسبه الاكبر بتبقى في مرحله متاخره. لما بيكتشف دواء في مرحله متاخره، سوري مرض في مرحله متاخره، العلاج مش هيبقى طبعا متوقع تاثيره زي ما يكون في مرحله مبكره. يبقى دي نقطة، هو الأكثر الأورام شيوعا اكتشف في مرحلة متأخرة. في مصر في إحصائية كانت في مصر عدد الحالات برضو في نفس السنة دي حوالي 6,000 حالة جديدة، وبرضو نسبة الوفيات عالية. يبقى أنا عندي برضو هنا زي ما العالم ماشي، هو أعلى نسبة في الحدوث ونسبة وفيات عالية. زي ما قلنا احد اسباب الوفيات العاليه انه بيجي فعلا المريض في مرحله متاخره. في سبب تاني انه يعني التقدم في علاج اورام الرئه لحد 20 سنه فاتوا ما كانش ضخم، في السنين الاخيره ابتدى يحصل طفرات في علاج اورام الرئه، سواء بقى في علاجات كتير، علاج جيني، علاج مناعي، يعني علاجات اشعاعيه حديثه، ابتدى يحصل فيه
تطور، لكن قعد فتره طويله قوي مفيش تطور في العلاج، لدرجه ان في المراحل، بدايه المراحل المتاخره نقدر نقول هي مثلا المرحله الثالثه. المرحله الثالثه طبعا هيبقى في الحديث عليها بالافاضه في الاجتماع ده، هي حاجه كده ما بين المبكره الاولى والثانيه وما بين الرابعه اللي فيها انتشار، وبالتالي هي بتمثل مجموعه معينه من المرضى. كان ساعات لدي مرحله ثالثه يا اما بيتعالج زي المرحله الثانيه او بيتعالج زي المرحله الرابعه، يعني وما هماش يعني ككاتيجوري او يعني مجموعه من المرضى كان يعني ما لهمش حاجه محدده كستاندرد اوف كير، ولكن حدث تطور وهيتكلم عنه وكتب كلنا نتكلم عنه طبعا، وعندنا الاساتذه هيتكلموا عنه بحدوث الطفره في علاج الاورام وجود عقار مخصوص للمرحله دي. من اشهر ليه اهميه بقى العقار في المرحله دي، انه احنا بنقول نسبه الشفاء بالوسائل التقليديه كانت في حدود 15% باستخدام العقار ده لحد الدراسات العلميه اللي شغاله لحد 5 سنين كان الناس يعني عايشين، فما وصلوش لنسبه الشفاء الواطيه المحاوطيه، ومعنى ان هم ما وصلوش يعني معنى كده النسبه دي عاليه، لكن هم لحد 3 سنين من الدراسه كان 57% من المرضى دول عايشين. فده يعتبر طبعا مؤشر كبير قوي ان بعد 5 سنين مش هيبقوا ال 15% اللي هم موجودين دلوقتي. اذا احنا النهارده موجودين كلنا عشان هنناقش ورقه مهم جدا منتشر، نسبه الشفاء منه ضعيفه جدا لحد دلوقتي، ولكن مع طبعا الوقايه ومع طفرات العلاج ان شاء الله نتعشى من يبقى ده افضل. شكرا. مرحبا بالساده الحضور جميعا، اعلاميين، اطباء، زملاء، ورواد وخبراء في مجال الصيدله. طبعا تعقيبا على كلام الدكتوره ابتسام من النسب العاليه لهذا المرض، ده بيدفعنا ان احنا نتكلم فيما يسمى التوعيه المجتمعيه اللي انتم شركاء معانا فيه. التوعيه المجتمعيه او التوعيه المجتمعيه هي عباره عن حملات، شن حملات تجاه ايقاف التدخين. احنا عارفين كويس قوي ان استمراريه التدخين في اي شخص بيوصل لسن ال 55 بيبقى هناك احتماليه في هذه الحقبه السنيه انه يصاب بمرض سرطان الرئه بنسبه 5%. هذه النسبه لو توقف عن التدخين هذا الشخص بتنزل في خلال 10 سنوات التاليه الى 4%، ثم في خلال 10 سنوات الاخرى الى من 5% الى 4%، ثم بعد 10 سنوات الى 3%. يبقى احنا لو نجحنا في حملات التوعيه المجتمعيه هننجح في تقليل عبء هذا المرض. لو المريض استمر في التدخين لحد سن 75 بتتفاقم الازمه، ويبقى نسبه احتماليه حدوث سرطان الرئه 15%، ودي نسبه عاليه جدا جدا جدا. نحن نعلم ان سرطان الرئه مسبب رئيسي له هو التدخين، وتقريبا بنسبه 75% من تشخيصات هذا الورم على مستوى العالم من التدخين. النسبه دي على فكره في الرجال تقريبا 85% مدخنين، والنسبة معكوسة شوية في السيدات، بنجد ان 50% من السيدات مدخنين ولكن ال 50 الاخر غير مدخنين. ده بيدفعنا طبعا ان احنا نعمل حملات. نتكلم دايما من حوالي يمكن 3-4 سنين كده او 3 سنين على العلاج المناعي، وكان في كلام الناس كانت مش مصدقاه، وقلنا العلاج المناعي ربما يتغلب على العلاج الكيميائي خلال عدة سنوات، وكنا متصورين ان هيقعد 4-5 سنين هذا الموضوع، ولكن العلم زي ما استاذنا الدكتور حمدي قال ان مفيش حاجة من غير دراسة بحثية قوية. الابحاث العلمية العالمية اثبتت في مرحلة ما ان في اورام الرئة المنتشرة تغلب العلاج المناعي على العلاج الكيميائي. النهاردة يوم مميز الحقيقة للغاية، لأن لأول مرة على الإطلاق، ودايما احنا كده بنقول في المحاضرات حتى في المحاضرات العلمية في قاعات المحاضرات، إن لأول مرة العلاج المناعي تحول من الباليشن أو العلاج التلطيفي للشفاء.
الحقيقة ده الحلم اللي كان كل العلماء بيدوروا عليه، ان احنا نتحول من التلطيف الى الشفاء. وكلمة الشفاء دي كلمة مش سهلة. يعني ايه شفاء؟ يعني العيان بعد ما يجيله المرض يختفي المرض ويفضل فترة طويلة جدا ما يرتدش الورم تاني، وده من الحاجات المهمة جدا. يمكن احنا سمعنا تفصيلا من أساتذتنا اللي اتكلموا على هذه التفاصيل العلمية الدقيقة. والحقيقة دكتور محسن قال كلمة مهمة جدا، هو اختلاف كبير. يبقى الاختلافين الكبار جدا في هذا الدواء عن كل الأدوية المناعية ان احنا انتقلنا من مراحل العلاج التلطيفي في الأورام الرئة المنتشرة للمراحل المبكرة، وبالتالي الهدف هو الشفاء. حاجة تانية ان كل العلاجات المناعية الأخرى بتتاخد بطريقة اندفنت على طول، ولكن هذا الدواء بيتاخد لفترة محددة. وكلام ده يفرق جدا 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 على قدرة المريض على ان هو ياخد هذا العلاج، على قدرة الجهات والهيئات والمنظمات على أخذ هذا العلاج. الحاجة التانية المهمة جدا، احنا يمكن كان عندنا اجتماع الصبح النهاردة كمان على الدواء في مصر وحاجات كده، وكان من الحاجات على حضوركم النهاردة، يعني بعد ما سمعنا المشكلة وسمعنا الحل لازم نوصل المعلومة جيدة للمرضى، لأن في مرضى هتستفاد جدا وفي مرضى ممكن نديهم أمل مش تبعهم. البحث اللي اتعمل على عقار إمفينزي أو دورفالوماب اللي هو العقار المناعي عبارة عن بني آدمين عندهم ورم سرطاني موجود في الرئة ومنتشر بالغدد الليمفاوية اللي هو بيعتبر مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة دي كان ممكن يتعمل لها استئصال أو ممكن إن هي تاخد علاج إشعاعي وكيمائي مع بعض. فبعض الناس ما بنقدرش نعمل لهم استئصال لأسباب عدة، زي ما الدكتورة ابتسام كان بتقوله، زي ما تامر كان بيقول، معظم الناس دي بتيجي في سن كبير فمش كل الناس ينفع لها جراحة. فإحنا عندنا في المرحلة الثالثة ألف وب وجيم، ففي بعض المرضى في مرحلة ألف والمرضى اللي في المرحلة ب والمرضى اللي في المرحلة جيم من المرحلة الثالثة هم دول اللي خدنا فيهم أو خاضوا فيهم التجربة دي. التجربة دي سهلة جدا، ادينا علاج كيمائي مع إشعاعي وده بيستغرق حوالي 6 أسابيع. ال6 أسابيع دول لما كنا بنديهم في الطبيعي متوقعين ان المريض بعد ما ياخد 6 أسابيع، يعني يقعد شهر ونص ياخد علاج، يرجع له المرض في خلال 8 أشهر. فبقت الحسبة ادي العيان اقعد اتعبه في علاج اشعاعي وكماوي واتعبه وممكن يتأثر على كلى، ممكن يأثر على النفس، ممكن هو شخصين ما يكونش مستحمل، وكل اللي أنا بزوده 8 أشهر. فبقى في نيد أو احتياج إن أنا أزود ده. الزيادة دي لما تامر كان بيقول عايزين توعية، لازم لما وعي الناس أقول لهم أنا عندي علاج. لما وعي الناس إن أنا روحوا اكشفوا مبكرا أو كشف مبكر، زي ما الدكتور حمدي عامل في الكشف المبكر لأورام الثدي، لما أعمل كشف مبكر يبقى فيه علاج. فلما يبقى عندي علاج فعال في المرحلة الثالثة النهاردة، ممكن لما استخطب الناس، كان في ناس كتيرة بتكتشف في المرحلة الثالثة وما لهمش جراحة فبنروحهم البيت، كانوا بيروحهم البيت من مستشفيات عدة منهم أهمهم مستشفيات الصدر. النهاردة لما بتقول النهاردة بعد العقار ده أنا ضعفت فترة البقاء بدون مرض من 8 أشهر، ضعفتها 3 مرات النهاردة، وبقت نسبة التحسن 51% من البقاء بدون مرض،
وحوالي 41% في نسبة نزل علاج جديد لسرطان الرئة. الحقيقة هو بشرة مهمة جدا لمرضى سرطان الرئة وعائلاتهم طبعا، لأن هو ده العلاج الوحيد اللي دلوقتي ممكن يعالج المرحلة الثالثة في سرطان الرئة. سرطان الرئة بينقسم إلى 4 مراحل، منهم الرابعة هي المرحلة الأخيرة، فلأول مرة بيبقى في علاج متواجد للمرحلة الثالثة، وبالتالي ده بيدي أمل كبير جدا لمرضى السرطان. والتجارب اللي اتعملت عليه بتظهر لغاية دلوقتي إن هو بيساعد في إن هو يعني يوقف المرض من مدة 3 لـ5 سنين، وده يعتبر رقم كويس جدا بالنسبة لعلاجات سرطان الرئة. غير إن هو طبعا هو علاج مناعي، والعلاج المناعي هو علاج بيحفز المناعة إنها تحارب المرض، وده برضو العلاج المناعي هو من أحدث أنواع الأدوية اللي هي موجودة دلوقتي بتنزل على مستوى العالم. طبعا أنا سعيد جدا النهاردة إن احنا قدرنا ننزل الدواء ده بسرعة قوي. الدواء ده ما نزل في العالم ما فيش من حوالي سنة وأقل، ونشكر وزارة الصحة طبعا إن هي ساعدتنا في إن احنا نجيب الدواء دوت بسرعة للمريض المصري، وأخيرا يعني ابتدى المريض المصري يستفيد من الأدوية الحديثة. ده تالت دواء ننزله في سنة لعلاج الأورام، ويمكن تاني دواء ننزله في علاج سرطان الرئة. نزلنا واحد السنة اللي فاتت في المرحلة الرابعة، والنهاردة بننزل واحد في المرحلة الثالثة، وأعتقد إن دي هتبقى إضافة مهمة جدا للعيان المصري، وإضافة كبيرة جدا للمجتمع المصري، وخصوصا إن باستخدام الدواء دوت الإنسان بيقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، وبيتجدد جواه الأمل طبعا إن هو يقدر يسيطر على المرض دوت في مرحلة ما كانش في حاجة قبل كده بتقدر تساعده في إن هو يسيطر عليه. يعني طبعا نتائجه على حسب، هو بيوقفه لفترة معينة وبيأخر ان هو يتحول من المرحلة الثالثة للمرحلة الرابعة، لكن طبعا التجارب لسه شغالة، ونأمل ان احنا نشوف له تجارب ابعد من 5 سنين، وبالتالي يعني نشوف ان ممكن الواحد يعني يقدر يعيش بالمرض. يعني تعرف مريض السكر ما بيخفش لكن بيعيش بالمرض، وممكن السرطان يوصل لهذه المرحلة ان المريض يقدر يعيش بالمرض بالعلاج، يقدر يكمل ويكمل حياته عادي يعني. فده ده ده تأثيره لغاية دلوقتي يعني. طبعا هو قبل ما ينزل اي دواء لازم بيتجرب على مرضى، بيتجرب فترة طويلة زي ما قلت لك، في عنده يعني حاجة بنسميها كلينيكال ترايلز او تجارب اكلينيكية فترات من 3 لـ5 سنين، وبالتالي معروف نتائجه، نزل في العالم خلاص في امريكا وفي اوروبا فبتجرب ونتائجه معروفة، وكمان تأثيراته الجانبية برضه معروف اللي هي قليلة جدا الحقيقة، وده برضه من ضمن الحاجات المهمة بالنسبة لمرضى السرطان، اللي هو مفيش بقى شعر بيقع، مفيش الكلام اللي هو متعرف عليه في علاج الكيماوي وعلاج الأشعاعية. اي بص، هو مفيش يعني السرطان، في علاج السرطان لغاية النهاردة مفيش حاجة اسمها بنسميها شفاء، يعني في مقاييس تانية اللي هي مقياس ان الانسان يعيش بدون سرطان يعني فترة، او ان المريض بيعيش فترة قد ايه، يعني هي دي طريقه قياس تاثير ادويه السرطان يعني. وممكن الانسان يعيش فري، يعني يعيش حر ما فيهوش مرض فتره من الزمان تصل من 3 إلى 5 سنين، وممكن تكمل بعد كده ما حدش عارف يعني. بس انا بتكلم بناء على التجارب اتعملت لغايه النهارده. الف مبروك للعيان قبل كده، ومبروك لمصر طبعا انها قدرت تجيب الدواء دوت بشكل سريع، وان شاء الله يبقى اضافه كويسه للمجتمع المصري يعني. النهارده مؤتمر ده منعقد لقاء علمي لمناقشه الجديد في علاج اورام الرئه. اهميته ان اورام الرئه هي اكتر الاورام انتشار في العالم وفي مصر برضو، وانه بيتشخص عاده في مراحل متاخره، وده بيؤدي الى نسبه الوفيات بتبقى عاليه. احنا مجتمعين النهارده عشان وجود دواء جديد تسجل في مصر في الوقت اللي تسجل فيه في العالم كله، بحيث ان احنا مواكبين التطور العالمي. الدواء الجديد بيشتغل على مرحلة معينة من مراحل سرطان الرئة. سرطان الرئة او السرطان عموما هو 4 مراحل، الاولى والتانية والتالتة والرابعة. الاولى والتانية بيعتبروا مرحلة مبكرة وليهم يعني اساليب علاج محددة. المرحلة الرابعة مرحلة منتشرة وبرضه ليها اساليب علاج محدده. المرحله الثالثه كانت واقعه كده في منطقه رماديه ما بين الاثنين، فالبعض كان بيعالجها زي المرحله الرابعه او قريب من المرحله الثانيه. الجديد ان في دواء جديد، عقار جديد مناعي، العقار ده بيعالج المرحله الثالثه تحديدا،
يعني لا بيستخدم في الأولى والثانية ولا في الرابعة، وبالتالي أصبح معروف مين المرضى اللي هيستفيدوا منه. قبل العقار ده كان نسبة الشفاء في المرحلة الثالثة في سرطان الرئة حوالي من 15-17%، بعد استخدامه وصلت 57%، ومنتظر بعد استكمال الدراسة بعد سنتين انه نسبة البقاء على الحياة والشفاء تبقى اعلى مع استخدام العلاج الجديد. وبأننا بنتكلم برضو عن سرطان الرئة، فأحب أقول كلمة، سرطان الرئة من الأورام اللي ممكن تجنبها وممكن الوقاية منها، وإحنا عندنا قاعدة في الطب بتقول الوقاية خير من العلاج، والوقاية هنا هي الامتناع عن التدخين تماما، التدخين بكل أنواعه سواء كان سجاير عادية، سجاير إلكترونية، شيشة، كل دول ليهم علاقة مباشرة بالإصابة بأورام الرئة. احنا لو توقفنا او مدخنين توقفوا، اتاكد ان نسبه الاصابه هتقل فوق 80%، فلازم كل مدخن وبيدخن السيجاره يحط في اعتباره ان دي بتاخد من رصيد حياته وصحته. واحنا طبعا التدخين السلبي الحقيقه برضو المفروض العالم كله يمنع التدخين في الاماكن المقفوله، لان انا مش ذنبي ان انا بتخنش واقعد جنب واحد بيدخن، ففي اي اماكن مقفوله العالم كله اعتقد انه في مصر اماكن كتير منع التدخين في الاماكن المقفوله. التلوث العالم بقى مع التقدم الصناعي وكده نسبه التلوث زادت في العالم كله، وابتدى الاهتمام بالمناخ عشان يقلل التلوث ده. التلوث ليه نسبه في الاصابه بالاورام الثدييه، بس التدخين اعلى بكتير مع الاسف، هو التدخين اعلى بكتير. احنا النهارده مصر حقيقه مناره للطب في الشرق الاوسط بمساهمات طبعا شركات الادويه الكبرى الدوليه بالاضافه الى مجهودات وزاره الصحه. هذا العقار اضاف عمل طفره نوعيه في مجال اورام الرئه من المرحله الثالثه، المرحله اللي هو بالله يمكنهم الجراحه. احنا عارفين اورام الرئه المبكره بيمكنهم الجراحه والشفاء، اما المرحله الثالثه بتبقى مرحله فيها الجراح عندوش امكانيات لازاله الورم، وده بيصيب المرضى بالإحباط نظراً لعدم إجراء الجراحة. إحنا النهاردة جايين بنقول إن هذا العقار إضافته في هذه المرحلة المرضية الثالثة من أورام الرئة أدى إلى نتائج تقريباً مماثلة لنتائج الجراحة في المرحلة الأولى والثانية، مما يعتبر نقلة نوعية. هذه النقلة طبعاً نقلة كبيرة جداً في النتائج، فأي حاجة بتؤدي إلى نقلات بهذا الشكل طبعاً إحنا بنسعد إن إحنا ننشرها كتوعية للمجتمع، يبقى عارف إن إحنا كمان مواكبين. الميزة الكبيرة في هذه العقارات ان المريض بيخرج من عندك من عيادتك معاه شنطة فيها صفر ادوية، ما فيهاش دواء خالص، عكس اللي بياخد العلاج الكيميائي بتلاقيه خارج معاه ادوية كثيرة جدا لمنع حموضة المعدة وعدم الارتجاع وعدم حدوث التهابات في الفم.